اللهم يا فاتح الأبواب ومنزل الكتاب وجامع الأحباب، ارزقنا رزقا كالأمطار حين تصب، واجمعنا بكل من نحب، وهون علينا كل صعب، واجعل أيامنا عيد ويومنا سعيد وعمرنا مليد، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم لا تطوي صفحة هذه الأيام الفضيلة إلا وقد سترت عوراتنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعواتنا وأصلحت أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وغفرت لموتانا. اللهم اجعل أيام ذي الحجة نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولأحبتي ولجميع المسلمين. اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا منجز الوعيد ويا من هو كل يوم في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي ولا تكلني إلى حولي وقوتي، وارحم عجزي فقد ضاق صدري وتاه فكري وتحيرت في أمري، وأنت العالم سبحانك بسري وجهري المالك لنفعي وضري القادر على تفريج كربي وتيسير عسري. اللهم ألهمنا في أمرنا الصواب ويسر لنا في كل مسألة جواب، ونجنا من كل ألوان العذاب، وبيض وجوهنا يوم يشتد الحساب، وزين مجلسنا بخير الأصحاب، واجعل دعاءنا دعاء مستجاب. اللهم آمين.